الحلقة 52 في تفسير جزء عامة تفسير سورة الهمزة. ما المناسبة بين هذه الصور الأربعة؟ الهمزة، الفيل، قريش، المعون. تعالج هذه الصور مسائل كثيرة، ولكن أهمها إصلاح ذات البين بين المسلم وإخوانه. كيف نصلح المعاملات بين المسلمين؟ بثلاث قواعد. القاعدة الأولى موجودة في سورة الهمزة: لا تنتقص من أي شخص تائب أو جاهل. واحد مخلفك وهو مقتنع انه صح، واحد تايب، واحد عارف انه اللي بيعمله غلط، ما تنتقصهوش ولا تفضحه، ولو فعلت انتقصته وهزأته وقعت كرامته الارض، حطمت صورته قدام الناس، ستعاقب بثلاث عقوبات. زي ما احتقرته في قلبك ربنا سيحتقرك ويلقيك منبوذ في نار جهنم. يبقى زي ما الإنسان بيحتقر أخاه قبل ما يهزأه وقبل ما يحطم صورته، ليقين ولا يقذفن محتقرا يوم القيامة في النار كما احتقر أخاه في قلبه. ثانيا، كما حطم كبرياء ومنزلة أخاه ستحطم النار جسده وكرامته. ثالثا، كما جعل أخاه يبيت محترق القلب متألم النفس لا يستطيع النوم، ستحرقه نار هائلة مشتعلة حتى تصل إلى قلبه فتحرق قلبه. رابعا، كما أوقع أخاه في مشكلة بات ليالي يحاول الخروج منها، برضو كلما حاول الخروج من النار سيجد أبواب النار مغلقة بأعمدة من الخارج، لا يعلم أحد متى ستفتح. بالعكس بقى، يومين ثلاثة واللي هزق واحد ده النقطة كلامها يعدي والناس بتنسى كل حاجة، لكن اللي أذى مسلم دوت هيفضل في النار سنين طويلة جدا. طيب، القاعدة الثانية: ذكر الناس التائب والجاهل بنعم الله عليهم وبمميزاتهم قبل ما تذكرهم بعيوبهم، قبل ما تنصحهم. ما يبقاش الكلام عيب بس، انت بتنصح فلازم تبينه ان هو انسان محبوب وانسان مرغوب فيه وانسان ليه مكانته. تالت قاعدة: كن صادقا بوجه واحد، ما تبقاش بوشين. يبقى سورة الهمزة حطت اول قاعدة: لا تنتقص من اي شخص تائب او جاهل. طبعا لو شخص بقى بيعمل وهو عارف انه حرام وبيعمل كده، ده بقى ايه؟ وجزاء سيئة مثله. ده يجوز غبته ويجوز ان احنا نحطم منزلته بين الناس لدرجة المبتدع، لكن نتكلم على التائب او الجاهل او المتأول المخالف لك. تاني حاجة، القاعدة التانية: ذكر الناس بنعم الله عليهم وميزاتهم قبل ما تذكرهم بعيوبهم، ودي موجودة القاعدة دي في سورة قريش. القاعدة الثالثة: كن صادقا بوجه واحد، لأن الإنسان اللي هو الشين كل الناس بتعرفه وبتحتقره وبتبعد عنه. طب سورة الفيل فيها ايه؟ سورة الفيل أتت بالدليل على قدرة الله على إيقاع الأربع عقوبات اللي جم في سورة الهمزة. طب ايه الدليل دوت؟ ان رب ما فعله الله باصحاب الفيل في الدنيا، فمن استطاع ان يفعل ذلك في الدنيا باصحاب الفيل يستطيع ان يحطم ويحرق كل من يؤذي مسلما. واذا كان ربنا بسبب الكعبة عمل كده في جيش، اما المسلم بقى اللي هو اكرم عند الله تعالى من الكعبة هيعمل ايه؟ يبقى فيها دليلين: اول دليل اللي يقدر يعاقب العقوبة دي يستطيع ان يعاقب العقوبة دي. تاني حاجة، اللي بيدافع عن الكعبة وعمل كده سوف يقوم بحماية المسلم باقوى من كده. ليه؟ لان حرمة المسلم اكبر واعظم من حرمة الكعبة. طيب نبدأ بسورة الهمزة اللي فيها القاعدة الاولى: ويل لكل همزة لمزة، الخزي والعذاب والهلكة. دي معنى كلمة الويل، لكل من يكسر نفس شخص ويدمر منزلته قدامه يبقى ده الهمز، ويكسره من خلفه وده اللمس.
يبقى ان انا اهزق واحد قدامه واكسره قدام الناس ده همزه، لكن اكسره من خلفه ده اسمه ايه؟ لمس. طب ايه اللي بيخلي الناس تتجرأ وتأذي الناس؟ يحسب ان ما له اخلده، ما دفعه الى الهمز واللمز واحتقار خلق الله الا تملك المال، وفتراه يعدده مرة بعد مرة ظانا ان المال سيخلده، فهو لا يرى عزا ولا شرفا ولا مجدا في سواه، مع فلوس يعمل اللي هو عاوزه في خلق ربنا. كلا ليس الامر كما زعم، انما المال الذي معك هو اختبار واستدراج. طيب ايه العقوبات بقى الاربعة لمن كسر مسلما تائبا او جاهلا؟ واحد، لا ينبذن في الحطمة، زي ما احتقر المسلم جواه سيلقى في النار منبوذا محتقرا. النبذ ان انا القي الشيء وانا اصلا كرهه. تاني عقوبة في الحطمة، كما اني حطمت منزلة المسلم امام الناس، وحطمت منزلته قدام اولاده، وحطمت منزلته امام اصدقائه، ربنا سيجعلني في النار لتحطم جسدي وتحطم كبريائي وتهينني. طيب وما ادراك ما الحطمة؟ استفهام للتهويل، كأنه ليست من الامور التي تدركها العقول، مهما لا توجد كلمات تصف كيف تحطم النار من يؤذي المسلمين. نار الله الموقدة، دي العقوبة الرابعة، انها نار الله الموقدة، ان النار الله يعني نار شديدة جدا منسوبة الى الله تعالى في هولها، قد نار الدنيا 70 مرة، تطلع على الافئدة، تحرق الجسد ثم تأكل اللحم ثم تأكل العظم ثم تأتي إلى القلب وهو ألطف مكان في الإنسان فتحرقه حرقا، زي ما حرق قلب أخوه المسلم وخلاه مش قادر ينام، قلبه هيتحرق يوم الأيام. طيب العقوبة الأخيرة بقى الرابعة والأخيرة، إنها عليهم مقصدة، المسلم هيعدي مشكلته، لكن الإنسان اللي أذى المسلم لن تمر عقوبته. سيجي يخرج من النار يقولوا له النار مغلقة من الخارج ولا مخلص لك، عليها أعمدة ممددة من الخارج ولا مخلص لك. طب أسئلة هامة بقى في الصورة، ما مكان نزول هذه الصورة؟ نزلت بمكة بعد صورة القيامة، ترتيبها 104، عدد آياتها 9 آيات، عدد كلماتها 33 كلمة، عدد حروفها 130 حرف. كيف يكون ويل مبتدأ وهو نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة؟ قال الشوكاني: ساغ أن يبتدأ بها لأنها معنى الدعاء وخبرها لكل همزة اللمزة. طب لماذا لا يجوز تفسير ويل بواد في جهنم؟ لسببين. أول حاجة، الآيات اللي جت في القرآن آيات ياما، لو حطيت كلمة وادي في جهنم الآية تفسد معناها، زي أصحاب الجنة قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، لو شلنا يا ويلنا ووضعنا وادي في جهنم يبقى بيقولوا يا وادي في جهنم إنا كنا طاغين، المعنى يفسد. وزيها يا ويلنا إنا كنا ظالمين، وزيها يا ويلنا أألد يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني يا ويلتا يعني يا وادي في جهنم، وزيها يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. السبب الثاني، إن أمور النار دي أمور غيبية لا يجوز إثبات أي أمر فيها بدون دليل. طيب ما الرد على قال إنه شرح في عمدة ممددة، يعني أعمدة عمالة تعذب في النار وهم بيتعذبوا على أعمدة في النار؟ هنقول لا يجوز نسبة أي حاجة للدار الآخرة بدون دليل، دي من الإيمان باليوم الآخر. أي صورة من صور العذاب نحتاج إلى حديث أو آية. وما اللي يقول إيه؟ عمدة ممددة، زي ما هو ظاهرها إن هي الأبواب عليها عمد مقفولة، زي ما فسرها السلف على كده. قولي هذا واستغفر الله.